مرحبا يا شباب، معكم اخوكم ايهاب من قناة جيمز ماسترز، واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد راح نتكلم فيه عن لعبة كراش تيم ريسينج. واخيرا اللعبة سووا لها ريميك بعد 20 سنة من اطلاقها سنة 1999. والشي الجميل كمان في اللعبة انها تحتوي على الترجمة العربية من ناحية القوائم ومن ناحية كمان الدبلجة. وكمان اللعبة فيها طور الادفنشر او فيها طور القصة، وفي عنا كمان طور الريسينج العادي اللي هو السباقات، وفي عنا كمان طور الباتل او هي القتالات بين اللاعبين الباقيين. الجميل كمان هو تنوع حلبات السباق واختلاف درجات صعوبتها، يعني من حلبة سباق لحلبة سباق رح تحس في اختلاف درجة الصعوبة. ومن ناحية الجرافيكس كان في تحسن بشكل جدا كبير على البلايستيشن 4، ولكن الجرافيكس على نينتندو سويتش كان جدا الصراحة سيء، وانا بنصح اللي بياخدها ياخدها على البلايستيشن 4. لعبة بصراحة يا شباب جدا ممتعة، خاصة لما تلعبها مع الشباب او يكون عندك 4 لاعبين مع بعض. والجيم بلاي بصراحة يا شباب جدا بسيط وبيشبه اللعبة الاساسية اللي نزلت في عام 99. واللعبة كمان فيها يا جماعة نظام الاونلاين، وكان الاونلاين الصراحة فيها جدا ممتع، وفينك تلعب كمان مع 8 لاعبين مختلفين، وبنفس الوقت ما كان في اي مشكلة مع السيرفرات الموجودة حاليا. بالاخير يا جماعة بحب اقول ان اللعبة بتستاهل الصراحة 9 من 10. كان معكم اخوكم ايهاب من قناة جيمز ماسترز، في امان الله.